مثلهم انا ليش بعصب كل فيديو وبكون هيك ضغطي مرتفع وحالتي حاله. يعني فتحت عجله الاكس ار وصورت جيمين سيرش ودومينيشن، يعني برضه كل الاطراف، وبالاخير المقطع ما تصور. انا سافتح التصوير تبع الكاميرا يعني. المهم يا جماعه اعتبروا انه تفتيح الاي سي ار، فتحنا عجله الاي سي ار كامله زي ما شايفين، حصلنا كالعاده على الاي سي ار بالنهايه معروف يعني. والحين مضطر اصور مره اخرى عادي يعني، الحياه حلوه صراحه. كرهت الرانك وناوي ادخل على الشات حاليا واشوف اذا في عندهم رومات سيرش، يعني بلكي غيرنا النفسيه شوي. خلينا ادور على الروم وارجع لكم سريع. خلينا نعطيكم التركيبات. مصور واي كام خفيف بكات مدمج ليزر تكتيكي مفروض بلا 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 بلا. هاي هي التركيبات. دعوه تصنيف نوفا سان البوت. ليه انا عملت ايه يعني؟ هي ناقصه، هي ناقصه يا اخي. اي فيرك نزل عليك نيوك. يا اخي داخل اصور، داخل انسى اللي صار فيه. بتذكر ليه؟ ليه؟ سيرش طلب. السلام عليكم نوفا. اوكي واو. عليكم السلام. نوفا هذا صار كيف افتارك؟ ايش في نوفا؟ هلا وين قرني يا عيال قرني. هذا اسمك افتارك؟ لا اسمه هذا صوتك. تكفى حرام عليك. ايش في عنده قناه في اليوتيوب؟ والله والله عم يتنمروا علي بالشات يا جماعة. اخيرا تقيت فيك يا اخي. انت اي واحد يا اخي؟ حرس حرس انا يا العراد. هلا هلا يا اخي، ترى يومين قاعد اطالع مقاطعك على فكره مدمن. الله يسعدك والله. من هو؟ طيب من هو؟ انا تحت التعليق. طيب عرفنا عليه. نوفا سان. انا نوفا سان. على اليوتيوب تشوفه. بنشر عن كود، بنشر عن كود على اليوتيوب. ورب الدين يا مفكوكه مفكوكه. لا هذه مرة أنا قفلتها. عزة الله تصدقنا منه الله يعين. أصور عادي؟ أيوة أيوة عادي بالعكس. عادي أيوة عادي عادي. طب و مفتوح اللعب اللي تبي تلعب فيه العب فيه. أوكي تمام. يلا جو جو جو. سلم الشهداء اللي معك. خلص. أنا هطلع حرتي فيكم يا جماعة، اعذروني. اللي تابعني معنا ولا معهم؟ بينك 90. في أحد منكم فاتح مايك؟ ولا أنا لحالي؟ أوكي شكل حالي. طيب يا جماعة لازم المتابعين. انت بدي شو اسمه؟ في واحد مات من اصحابنا تحت. لا لا تعليق. 2-1 والبنك سيء. اول رصاصتين ضيعتهم يعني خلاص. ما في داعي، ما في داعي للصياح. كويس اني شلت واحد لحالي بحكي. يلا حصل خير يا جماعة، احسن ما يكون جيم رانك. على الاقل بنلعب ضد المتابعين يعني. او متابع يعني، فيش حدا بيعرفني انا. اوكي هيموت الله يرحمه، كنت يعني شخص جيد يا. جماعة تركيز، وين ناويين تروحوا؟ يمين يسار فوق تحت؟ انا يسار. في اقوى واحد فيهم هو يجي يسار. انا خسرت واحد منهم بس المشكلة عند البنك يعني 90 عشان من سير ثاني. هاي شلت لك يا هذا اسمه انا مس اسمه. الله يرحمه. كفو عليك. لا والله ما اتوقع انه هو. الله يبشرك. شلت لك يا هذا هو. غدرنا. امي غبي. اوه. هذه فيكتوريا كمبوره. فيكتوريا كمبوره هذا وين رايه؟ ليه؟ خرب الجلتش يا جماعه. عم بزرع انا. في البي. هلا فيكتوريا. ثلاثة. لازم نفوز يا جماعة، ما بصير. اكيد. اوكي الاي سي ار بيأدي منيح معاهم. والله انا مستمتع يعني. بي يا جماعة مش راح يبوش تقريبا. لا لفونا فلانك. من الخشب هم ترى. انتوا كيف بتموتوا؟ وين رايح؟ اوكي 3-1. اوكي عرفوا يعني، شافني. وات؟ اوكي اكس 9 هذا اكس 9. بنك 90، كم البنك عندكم انتم؟ اكيد 20 10. تعالوا نروح ايه؟ تعالوا ايه تعال. رشيتها. بزرع في ليه تعال. يلا. الزرع مع مين؟ البوم؟ اي معاي 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 بزرع. معاي معاي معاي. يلا غطيني من ورا من ورا من ورا. اوكي. ممكن امدت يعني. اح. بطلت ليش؟ والله رش الكل. والله شكله الاكيمي 17 ماخذ بف. البي ما عنده احد. كلهم بالبي. هم يجلسون هنا كل. اوه ايش اللي صار براسه؟ ما شاء الله. يا يا. اوكي شلنا واحد، شلنا الجيم. لحالك. 3-1. يلا اخر واحد سنايبر ها. خلص سلاح. انا ميت.
الحمد لله. والله خوفني، حسبت مع سنايبر. طيب 3-3، يلا يلا الوضع تمام لحد الان. فلشت مقبل. ممنوع تبوش، خلاص انت ميت. اوكي اسست. شو والله جبنا الجيم لاست وان. اتوقع الفرست وان. شو اسمه راح تلعب سكين ترى. استنيت على الباب، سامع الصوت. الله يرحمها. هبشيلهم ميد، هتحمس. خلي يصير في حماس، نخسر هذا الراوند. في الخشب تحت. شو لكم؟ احا زي ما حكيت لكم، هيصير حماس هسه. 4-4 يا نتيجة 4-4. لا لازم تشيلهم. هات لك 3 كيل. ليش طلعت؟ يلا هيك الوضع كان صعب، بس لو جبت لك كل. لا لازم تعريق هسه. خلاص هزايم هزايم هزايم، ترى فاز علينا مره كثير. اسمع تعالوا بي. يلا قدامك. انا ميا زي الحمار طلعت حرفيا. من الغباء، ما ادري ايش اللي صار، كنا مسيطرين على الوضع. اوكي عليك 2، ما ادري انت لها. يا الله والله حرام، كنت شايله لولا الفلاش. والله كفايه لكم ما قصرتوا، ما ادري كنا هيك، ما كانت الامور تمام، بعدين هيك اتساهلنا و خسرنا. انت صورت يعني والله؟ صورت؟ والله برافو عليكم. والله شدت ايادية تشنجت. والله شوفوا صار جوالي. والله اسالوهم لما صارت النتيجة. اسمع لما صارت النتيجة 4-3 قلت لهم خلص انا هموت هذا الجيم عشان يصير ايش في تنافس، تصير 4-4. بعدين رحت ميت اول الراوند الاخير خساره. هاي اخرت الهياط. والله هذا واحد 3-4 يا نوفا. ايش هذا يا نوفا؟ لا امزح يا نوفا. امزح. لا ما قناه باليوتيوب 500,000 متابع. وين 500؟ يلا اسمع مني. 500 و100 اسمع بلاش تلف علينا دحين ثاني ويلعن وجهنا. تكفى. لا خلاص جيم يكفي. والله انا صورت فيديو، انا بطلع اروح امنتج ان شاء الله. اليوم بينزل تمام ان شاء الله. خلاص العافيه انتظرك ان شاء الله. مع السلامه. اوكي والله جيم لطيف كان، وناس يعني حبوبين، ما قصرتوا والله جميعا. هاي اخرت الهياط يا جماعه. 4-3 كنا فايزين. مش عارف رحت زي الغبي بشيت عليهم، خسروا الراوند 4-4. خلصت على كده. كان هذا كل شيء لدينا اليوم، وانصحكم فيه. الاي سوار الصراحه رهيب، سكن فخم، وشكرا. بشوفكم على خير، فيديو جاي. سلام.